بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد الصديق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خطبهم فرعون مصر في عيد المولد النبوي فقال: اللي ما يقدرش على ربنا ما يقدرش علينا، فسوى نفسه بالإله وقال: أنا ربكم الأعلى. ما تقدرش على ربي إذن ما تقدرش علي، معناه أنا ربكم. فأعاد كلمة فرعون في مصر كما هو شأن فرعون في القديم. هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى: أنا ربكم الأعلى، اللي ما يقدرش على ربي ما يقدرش علي، حتى تقدروا على ربي عاد روحوا عني، يعني حتى تقدروا. أعوذ بالله. كما قال فرعون، قال له: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات والأرض. يسمع دير لي ونطلع نطلع لأطلع على علاش إلى إله موسى. نمشي هذا إله إلى كاين، نمشي أنا والعياذ بالله أنا واش ندير؟ مش نضربوا بالسهم، وضربوا بالسهم الملائكة داروا فيه الدم، فرجع السهم فيه الدم فقال: قضيت على الإله الذي كنت تعبدون، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه النار تجري من تحتي؟ ماذا بقي؟ أنا ماشي هادشي علاش بغيت نتكلم. العلماء يسمعون لهذا الكلام، هل تحدث أحدهم؟ سكتوا. لأن ما بقاش المسألة نتاع السكوت، هذه قضية دين، عقيدة، قضية إيمان، لأن هذا راك يقول ما ربكم ظلك. والعمائم الحمراء ديال الأزهر يعني ماشي شي. ثم هل تكلم أحد ممن يسمون بالشرفاء في الجيش؟ قلت له: اتقي الله، راك تخسر لنا المؤسسة العسكرية وكذا وكذا وكذا. ما كاش. هل رد علي أحد من المثقفين؟ والو. هل رد علي أحد من الحداثويين المتنورين؟ والو. يعني قالها فعلا فرعون، لم يرد علي أحد. حسبنا الله. يعني وصلت القضية الفرعونية يعني. وكي سمح لنا فرعون وخرك في جهنم. فرعون يسمح علاش؟ لأن فرعون واسمه؟ قاش كيقولوا؟ قالوا فرعون واسمه كان؟ كان محافظ على استقلال بلاده. يقول: أليس لي ملك مصر وهذه النار تجري من تحتي؟ ولم يكن عميلا لليهود والصهاينة، كان محافظ على استقلاله. هذا باع النيل. باع النيل. يعني الشعب المصري عطشوا. أما فرعون يقول لهم: النيل راه تحتي. وتحرثوا وتزرعوا وكلوا وتشربوا. هذا عطاء. فرعون عمره ما كان عميل ديال شي عدو خارجي، هذا قفاز وآلة تاع الصهاينة والصليبيين في محاربة الإسلام في مصر ومحاربة المسلمين فين؟ في سوريا وفي العراق وفي اليمن، وأصبح هذا مكشوفا. ولذلك إن شاء الله تعالى، إن شاء الله من اللي وصلوا قال هذا الشيء وحتى واحد ما رد عليه، فإننا ننتظر زيد. قال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله زيد نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بعدما قال الذي قال وصل طوب: أنا ربكم، ما رضى حتى واحد. إيوا صح. الناس آثمة إلا ما ردتش عليه. آثمة، العلماء آثمين. العلماء كل شيء تاع الأمة آثمين. إلا ما رديتش أنت على هذا الكلام. لأن الآن السكوت على هذا الكلام هو نوع من الإقرار الضمني. مشكلة. فنسأل الله تعالى أن يريحنا من هؤلاء الطواغيت.